هستعمل نص كوباية دقيق، بيضتين مخفوقين، معلقة زيت، رشة فلفل أسود، معلقتين مية، كيس رقائق تورتيلا محمصة اللي هي بتبقى عاملة زي المثلثات، رقائق الذرة، ممكن تستعملي تشيبسي، ممكن تشليها خالص، ممكن تستعملي لو عندك مثلا باتونسالي قديم، واتيفر، أي حاجة عندك مقرمشة ممكن تتطحن وتتخلط في الوصفة دي. نص كوباية بقسماط مطحون، نص معلقة صغيرة أعشاب مجففة. من تاني، كيس موتزاريلا صوابع، نص كوباية دقيق، بيضتين، معلقة زيت، رشة فلفل أسود، معلقتين مية، كيس رقائق تورتيلا محمصة، نص كوباية بقسماط، نص معلقة صغيرة أعشاب مجففة. ممكن زي ما قلت لك بدل رقائق التورتيلا تحطي اللهم صل سيدنا محمد شيبس، أي أو أي حاجة أنت عايزة تطحنيها. خلاص، أول حاجة هعمل إيه؟ هضرب البيضتين. طبعا الزيت لازم يكون حامي، اللي انا هشتغل فيه يكون سخن، وهاجي اضرب البيضتين بتوعي. وهحط معاهم معلقه الزيت ومعلقتين الميه. هاجي معلقه زيت واحده، الزيت والميه هيفكوا لي البيض، مش هيخلوا فيه عرق، وهيخلوه لما اجي احط عليه الكراست اللي بره يلزق فيها جامد، يعني يمسك لي جامد في الطبقه البرانيه. وهحط معلقتين الميه، كده. وبعدين الاعشاب المجففه، ممكن تستعملي اوريجانو، ممكن تستعملي بقدونس، ممكن تستعملي اي اعشاب انت عايزاها معايا. كده اهو. وبعدين بنجيب الموتزاريلا دي وبنعمل ايه؟ بغمسها الاول في الدقيق، يعني بحطها بعفرها بالدقيق اول حاجه، بعد كده هحطها في البيض. وادي البقسماط، بجيب عليه التورتيلا او الشيبسي او اي حاجه بطحنها. بصوا هو ممكن يديني طبقه كرانشي كده، فبنطحنها طبقه مقرمشه مع البقسماط، بس مش من غير البقسماط، يعني ما بعملوش لوحده، بعملهم مع بعض. هاجي بقى اروح حاطه اول حاجه، وهنا هحط معاها الاعشاب بتاعتي، يعني بخلط البقسماط بشويه اعشاب مجففه، اوريجانو وزعتر اللي عندك، وبعدين بحط الجبنة. كده اهو، بصوا تلاقيه البيض يقطع، ما تلاقوش البيض يمط، وهنحطها كده. خلاص، يبقى الجبنة الأول في الدقيق، بعد كده في البيض، بعد كده في البقسماط، بعد كده اهو هطلعها من البقسماط، ما احطهاش في الزيت على طول، لازم احطها في الفريزر 3 ساعات. خلاص، يبقى لازم الجبنه تدخل الفريزر 3 ساعات قبل ما تتحمر. طبعا 3 ساعات على الاقل، يعني ممكن اعملها من قبلها بيوم واحطها في الفريزر، اوكي، بس ما ينفعش ان انا اشيلها من البقسماط على طول على الزيت. لانها عمرها ما هتظبط معايا، زي ما هتبقى مجمده. زي ما جينا حمر، فاكرين الجبنه الحلوم، وقلنا نحطها شويه في الفريزر علشان ما تسحش مني وتبوظ، ويفضل تفضل محتفظه بالشكل بتاعها. نفس الحكايه هنا اهو، عشان تفضل محتفظه بالشكل بتاعها لازم تتحط في الفريزر قبلها. وبعدين اللي من الفريزر بقى هي اللي هطلعها واحمر. احنا عاملينها وحطيناها في الفريزر اهو، هاجي بقى احمر دي على طول، هتلاقوها
اهي الزيت طبعا يبقى سخن. بسم الله الرحمن الرحيم، وانزل الموتزاريلا فيه. ما احطش كتير قوي، هي هنا الحله بتاعت الزيت كبيره فممكن تاخد مجموعه كويسه، بس انت في البيت لو هتحمري في حاجه صغيره ما تكتريش عشان ما تلزقش في بعضها، علشان ما يمسكوش في بعض. وبعدين هتتحمر الزيت، لو حامي هيخليها من جوه ما تبقاش مجمده. حاولي تختاري الصوابع الموتزاريلا ما تبقاش تخينه قوي، لان التخينه قوي مش هتبقى كلها سايحه وبتمط كلها، يعني حاولي تبقى هي حجمها وسط. واول ما تتحط فيها اللي في الزيت الصوابع الموتزاريلا ههدي الزيت سنه، يعني وانسى انه سخن اهديه سنه، ما تبردهوش، لان هو لو بارد هتلاقي برده القشره وقعت من عليها، بس يهدى شويه. انا كنت مسخناه قوي، ههديه شويه وبعد كده اهو هحمرها فيه وهنطلعها ونشوفها.